طيب انا عايز ابتدي باخبار النادي الاهلي، لان في الحقيقه النهارده كان في مباراه وديه مهمه جدا في اطار الاستعداد لتحديات مهمه قوي خلال الفتره اللي جايه محليا وافريقيا. المباراه كانت امام الاتصالات، الماتش ده ابتدى في تمام الساعه 4 عصر وخلص من دقائق، وانتهى فوز النادي الاهلي بهدف للا شيء احرزه وليد ازارو من ضربه جزاء. استعداد مهم قوي للنادي الاهلي، تفاصيل كتيره جدا بيركز عليها مستر ريني فايلر في مباراه اليوم من خلال الاستعانه ببعض اللاعبين اللي كانوا بعيد الفتره اللي فاتت عن النادي الاهلي، ابرزهم مثلا المصابين، مثلا سعد سمير بيعود عوده مهمه، عندك برضو الوقوف على بعض المستويات الخاصه ببعض اللاعبين لنتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بالاضافه لاستعاده البعض ان شاء الله لمستواهم، فانت بتشتغل على كده، ابرزهم طبعا وليد ازارو اللي احرز الهدف حتى لو من ضربه جزاء، فهو خطوه مهمه جدا نحو استعاده ثقه اللاعب في نفسه، فاكيد ده شيء مهم ومميز، واستعداد ده كان قوي وتجربه وديه وحيده، واعتقد ان هي هتكون اخيره، لان انت خلاص الماتش اللي جاي ان شاء الله بقى باذن الله يوم الاثنين نرجع للنادي الاهلي، نرجع نتفرج على ماتشات الاهلي، واحنا وحشانا جدا الماتشات دي في الحقيقه. فالعد التنازلي ابتدى صعب جدا ان انت خلال الفتره دي تلعب ماتش ودي تاني، انت كده هتستعد خلاص من خلال تدريبات يوميه من بكره على طول بعد ماتش النهارده، مفيش راحه طبعا لانه ماتش ودي في كل الاحوال. التدريبات هتبقى بكره الساعه 4 وتستمر التدريبات حتى موعد السفر للجونه ومباراه نادي الجونه، هذه المباراه الهامه جدا بعد انطلاق وعوده بطوله الدوري من جديد بعد فتره توقف، نتمنى ان هي ما تتكررش، يعني تقريبا 50 يوم ما بنلعبش كوره يعني، فالموضوع مؤثر على كل الناس.